أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول إجمالي قيمة العلاج على نفقة الدولة بالداخل خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 430 مليون جنيه، بنسبة ارتفاع قاربت 57% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي. وقال الجهاز إن إجمالي قيمة العلاج على نفقة الدولة بالخارج وصل في أكتوبر الماضي إلى 612 ألف جنيه، بنسبة ارتفاع قاربت 30% عن نفس الفترة من عام 2015.